وفي نفس الوقت انت قلت كلمه حلوه قوي يا احمد دلوقتي، الزياده الجديده اللي اتحط على السكواد قليله جدا. تيجي تبص اربع خمس لعيبه دلوقتي وست لعيبه، القوام ثابت، محتاج تغيير في نمطيه الشغل، وبقولها تغيير في نمطيه الشغل والواجبات اللي في كل مركز، ودي مهمه جدا من دلوقتي. يعني هو لو قرا الحته دي كويس قوي من خلال الثلاث مباريات اللي هيعملهم، انا ما استبعدش ممكن يدي نص ساعه وساعه او ساعه مثلا في كل مباراه، يدي مثلا مجموعه معينه. هو خد بالك يعني الثلاث ماتشات دول هيبقى فيه اسماء كتيره مش موجوده مع الاهلي، انا بس يعني منتخب وناس مسافره مع المنتخب وناس موجوده هنا، انت عندك اولمبي وعندك اول وعندك محترفين مالي وتونس، يعني في اسماء كتير هتبقى. انا مبسوط من ايه، انا خايف بس من الناس تبقى مستعجله شويه على الراجل يعني. لا, يعني لا 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 لا, لا انا مش بص 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 يا احمد بقى، حته الاستعجال دي يعني خلاص احنا المفروض بقى ايه اتعلمنا منها. لا انا استعجل ليه دلوقتي؟ انا الراجل لسه بيقول صباح الخير وصباح النور، انا لسه ما اعرفش انت تستحمل قد ايه في الملعب، نص ساعه 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 الا ربع 50 دقيقه ربع ساعه اللي بيها ممكن تنتج لي اللي انا عايزه. هو مش شرط ان انا العبك ساعه يا احمد ولا ساعه ونص المباراه كلها والمحصله النهائيه صفر، ما انا ممكن العبك ربع ساعه او ثلث ساعه تديني فيهم اللي انا عايزه 10 على 10 وهفضى وارجع اقول لك برده المقياس بالنسبه اللي انا بقوله. أيوه. جده مع منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته مظبوط كان بياخد 10 دقائق افضل ربع بديل ساعة. في افضل أفريقيا. بديل واخد ده اتعملت له جائزه مخصوص. أيوه. انا مش بقول كده ان انا بمهد لا اطلاقا، لا وده هيحصل هو يشوف وده هيحصل شيء ما بينا. يعني انت عندك النهارده وده اللي كنا مبتدئين بيه في الموسم اللي فات، انت النهارده عندك في كل مركز 2 و3 على اعلى مستوى، وطبيعي تمام. جدا يبقى المنافسه بينهم وبيبتدوا موسم طبيعي. يعني انت اول مره سواء بالنسبه للجهاز الفني ابتدى يستلم مهام عمله قبل ما موسم يبتدي، حضر خطط لفتره اعداد بشكل معين، اللعيبه جايه من راحه طويله في اسماء كتيره اللي جدا. دي بقى اللي هقطعك فيها واقول لك واخدين راحه بعد يعني في نهايه الدوري كنت انا معاك برضو وقلنا ان الحاجه الكويسه اللي اتعملت ان الناس دي خدت راحه وان لجنه بدري بدري لازم بالظبط علشان يتعمل الريكفرنج بقى من بدري قوي ويبدا الاستعداد زي ما تقول ايه بشراهه ان انا ارجع للنادي الاهلي والكيان النادي الاهلي والبطولات النادي الاهلي ان انا عايز احقق بطوله النادي الاهلي. أي. فدي مريحاني انا شخصيا انا مستريح. نمره اتنين في بعض اللعيبه انا كنت قلقان انها تمشي من النادي الاهلي وكنت هبقى زعلان لو مشت النادي الاهلي. على سبيل المثال حسام حسن خلاص حسام بقى عارف الايه الرهبه او الخطفه الاولى خلاص حسام اتخطفها اتعلمها عرف ان انا خلاص ما فيهاش بقى ايه ان انا ارجع تاني اقول افكر او ارجع اعيد حساباتي هلعب خلاص خلص حسام بقى خلاص الخطفه الاولى حسام اتخطفها خلاص فهي انا متاكد ان حسام بشكل تاني انا متاكد ان شاء الله هيظهر تقصد انا متاكد انا بقول لك انا متأكد. ليه بقى الثقه رجعت له ودي كنا بنفتقدها شويه يا احمد في بعض المباريات في نهايه الدوري السنه اللي فاتت تمام كنا بنفتقد الثقه دي بمعنى قلت لك انا عايز انزل اثبت نفسي مع مدرب ومع اتنين انا ما باخدش باخد لي دقيقه اتنين خمسه ثلاثه دي قتلاني الثلاث دقايق دي انت عايز تعمل فيها كل حاجه عايز تستلم وعايز تسلم وعايز تدافع وعايز تعمل اسيست وعايز تجيب جول ده في مركز الهجوم ولو قلت لك فيندر ولما مثلا ولما بتضيع بتبقى الدنيا كلها بتبقى والله بلاك. يا احمد مش كده لا ده, ده 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 انت شايف سواد طبعاً طبعاً. ما بعده سواد ده خصوصا انك انت بقى واحد من الجمهور يقعد يقول كلمه كده الميديا تقول حاجه كده تطلع بره في مكان معين يا كابتن مش عارف ايه يا كابتن انت مش هتسجل الحاجات دي كلها بتاثر نفسيا وبالتالي في الاهلي اتاثر كلها في الاهلي اتاثر طبعا يعني المهاجم اي مهاجم في اي حته بيضيع ولا حد ولا في ولا بتفرق معاه اساسا ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه لا النادي لكن الأهلي. في الاهلي لا في ده في جيش طبعا جيش في جيش جراح انا 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 بقول لك يعني حتى الاضافات هتكلم في مركز الهجوم يعني شادي ان شاء الله برضو خد الخبرات وانت قلت لي كنت بتخيرني قلت لك انا محتاج لو شادي موجود هيبقى اضافه وكنت اقلق ان حسام يمشي الثقه دلوقتي عند حسام انا هقول لك لا 200% 200% ان الاهلي ابقى عليه فمعنى يعني ان الاهلي يعني يبقى عليك يا حسام انك انت لعيب كويس يعني انت شايف 9 ده تكسير عظام طبعا شادي مع شريف مع حسام انت ده تكسير وشريف برضو يا كابتن هقول لك حاجه تعلم ان في بعض الناس
او بعض الافراد اللي موجودين في 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 مواقع كتيره تقول لك ده هو شريف بقى فين دلوقتي، ده كان ايه، طب حسام نزل عمل ايه في الوتر اللي فاتت، ده سجل كام هدف، ده عمل كام هدف. الكلام ده كله كابتن لما بيوصل لك انت كلاعب انت غصب عنك انت برضو بتفكر فيه، مش معقوله مش هتفكر فيه، غصب عنك لازم تفكر فيه. فمجرد ان الشريف يكون موجود وحسام موجود وينضاف ليهم شادي، وشادي برضو يعني هنقول لعيب كويس ولعيب ليه بصمه مع فرقته، لا ده انت كده بقى يعني يعني بلغه الكوره الذكر بقى هو اللي يبقى موجود فينا هو اللي هيلعب، ودي هتطلع حاجه كويسه جدا لخط هجوم النادي الاهلي.